السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما أن الاختبارات قربت قلت خلني نزل مقطع فيديو أتكلم فيها عن بعض التجارب اللي صارت معي وخلونا نبدأ. طيب أذكر لما كنت في صف خامس ابتدائي كان في اختبار ما أنساه إلى الآن، كانت مادة الإملاء. طبعا مادة الإملاء في الصف الخامس طريقة الاختبار الشفوي أنه يجي مدرس يجلس يقول نص وأنت لازم تردد وراه وتكتب النص وتكتب بشكل صحيح عشان يعطيك الدرجة الكاملة يعني. وغالبا المدرس هذا يقول النص مرتين، وكان في أغلب الأوقات يعني مو كل مرة يجلس يقول النص مرتين، مرة يقوله مرة ومرة يعني لو كان كريم بيقوله مرتين يعني. وانت لازم تكون مركز معاه جدا، والمكان لازم يكون هادي ما في إلا هو يتكلم. بدأ الاختبار وبدأ مدرس الإملاء يقول النص وأنا جالس أتابع معاه، إلا فجأة أشوف المراقب يسولف مع واحد ثاني أو مع مدرس ثاني برا، وصوته كان واضح شتت انتباهي وأنا كنت قدام شتت انتباهي، فما قدرت إني أركز كثير مع المدرس. فجأة أشوف إلا المدرس عدى، تخيل تقريبا سطر كامل ما قدرت إني أكتب لأنه المدرس عدى وأنا ما كنت مركز تمام، فاضطريت إني أنتظر إلين يعيد القراءة مرة ثانية علشان أكتب وراه. يعني كان فترة الانتظار هذه بالنسبة لي جحيم، وجلست أتخيل أقول لو إنه ما قال، لو إنه ما قال، لو إنه لا تخيل إنه ما يقول، تخيل إنه ما يقول وراك، تخيل إنه ما يعيد النص، يعني ممكن يقول خلاص انتهى مرة واحدة تكفي، وكان ممكن ترك لو قال ما في شيء يعني يجبر إنه يعيد النص. الحمد لله إنه عاد النص وقدرنا يعني إن نحاول نلحق في المادة هذه، والله كان شيء مرعب جدا. لكن تعرفون إيش الأصعب وإيش الكابوس الفعلي؟ اختبارات الجامعة. اختبارات الجامعة كابوس وعالم آخر تمام يا رجل، حرفيا كأنك أنت ليفل 30 تقابل بوس ليفل 1000 حرفيا بدون مبالغة، خاصة لو كنت في تخصص زي تخصص الهندسة. هنا يعني ليفل مليون صراحة، مش 1000 بس مليون. تخيل يا صاحبي كل المواد دعس من أول مادة لين تتخرج، هذا غير البحوث والأوراق والواجبات والرسمات، يعني عذاب. المهم الموقف اللي بقوله وعلق بذاكرتي هذا الموقف صراحة، كان في عندي مادة كانت صعبة جدا ومعروفة بين الطلبة إنها صعبة ومتعبة، ذاكرت لها مذاكرة شديدة وأنا أحتاج فقط 20 درجة علشان أعدي هذه المادة، يعني تقريبا جاب 40 من 50 وتحتاج يعني 20 درجة عشان تعدي المادة، فأنا قلت يعني ببدأ بعطيها جهد عشان أحصل درجة كويسة فيها. المهم جاء وقت الاختبار، الدكتور وزع الأوراق علينا، جت الورقة شفت الأسئلة عددها 5 أسئلة، قمت أشوف الأسئلة، السؤال الأول كان سهل، السؤال الثاني كان شوي صعب، السؤال الثالث والرابع كان حلهم طويل، كانت مسائل من الحل الطويل وطلاب الهندسة يعرفون هذا الشيء، في مسائل بتقرفك تقريبا 3 صفحات او 4 صفحات تكتب علشان تخلص هذا السؤال وتجاوب عليه بشكل صحيح. جيت للسؤال الخامس استغربت انه كان يعني واحده من اسهل المسائل اللي خذيناها في الترم، يعني قلت كويس عندي 3 اسئله في الجيب، فبدأت قلت خلني اركز في الاول واجي ارجع اكمل اخلص الثلاث السهله وبعدها ابدا في المسالتين الطويله. فجأة يا رجال جاك الدكتور، يا ليته ما تكلم يا أخي، يا ليته ما تكلم، قال أنا يا شباب عاوز أساعدك، السؤال الخامس فيه تركة، يعني السؤال الخامس فيه خدعة وما بيحله إلا الطالب الفهمان الشاطر، عشان أحدد بينكم مين الأول ومين الثاني ومين الثالث. أنا هنا انفجعت، جتني أم الركب حرفيا، أطالع في الدكتور وأطالع في المسألة، خلاص ما صرت أقدر أفكر إلا بالتركة هذه، كيف أجيبها؟ طمعت لازم أحل التركة هذه، فسبت السؤال الأول ورحت للسؤال الأخير أحاول أحل التركة دي وحاول أفهم إيش التركة هذه. وأنا جالس أحاول أحل المسألة الخامسة المراقب قال بقي من الوقت نص ساعة. أنا هنا جتني حالة هستيرية، صرت أتنافض ماسك القلم وأنتفض، ما حليت ولا شيء حرفيا، ما كتبت شيء. هنا حتى لو أنت فاهم بتروح، حتى لو أنت فاهم بتلخبط، بيروح عقلك. خذيت نفس طويل وقلت خلني أركز وأحل المسائل الثنتين السهلة الأولى. قمت حليت الأولى والثانية تقريبا ما باقي وقت، قلت خلني أبدأ في الثالثة أحاول أحل المسألة الثالثة، وأنا جالس بنص المسألة الثالثة إلا المحاضر انتهى الوقت، سلموا الأوراق، ممنوع الكتابة. أنا جنيت، طلعت من القاعة أنا قال إني أنا حملت المادة مستحيل أنجح، فالحمد لله ما حملت المادة، لكن كان كابوس حصلت دال تقريبا. وبس هذه الحالات اللي كانت ما تنتسي في الاختبارات عندي. الله يوفقكم كلكم في اختباراتكم، لا تنسى الاشتراك في القناة، وإذا عجبك المقطع اضغط زر اللايك، ومع السلامة.